مغامرة جديدة ومدينة جديدة راح نزورها اليوم بعد فلورنس أمس، اليوم رايحين كابري. وصلنا إلى نابولي، أسرع القطارات صراحة ساعة وعشر دقائق. وصلنا نابولي بالقطار، بعدها راح ناخذ عبارة إلى كابري. البنات راح يشتروا كذلك. مشينا في البحر ويبدو انه في مطر، يخبركم انه الله يستر. هذه العبارة اللي ركبناها. شوفوا بس انتو الطابور اللي نازلين من الفيري لا ينتهي. هذه العبارة اللي ركبناها. بس انتو الطابور اللي نازلين من الفيري. How cute are the taxis. المشكلة الوحيدة هنا أن السيارات ممنوعة تشتغل، كل واحد لازم يدف أغراضه. الشوارع كذا. خلصنا الابتتايزر وبدينا بالمين كورس، اكيد لازم الباستا. ثانك يو. Grazie. Prego. Spigola. Our fish. ممكن تتخيلوا هذا الطابور اخر الليل لايش؟ ايس كريم. ممكن تتخيلوا هذا الطابور اخر الليل. اشتهينا حلويات اخر الليل. جربنا هذه هي الشوكولات. هذه اسمها تورتا كابريسي جلوتين فري مع ليمون، يعني طعمها اوكي مش واو لانه مو حلو. سيدكم مريضة وحالتي حالة، خليني اشتغل من غير اكل. الله يشفيكي. هذا اللي طلع معك؟